Ya no pude entrar en ese. Okay, we have a standard type of theory. Standard, why? Think about bar. You get to them. Fine, and to manage to get about school in Spain. I got to know the kids in the house. بس النهارده بس اسمعكم اديكم حصه وربع يعني عاوز اعوض ربع بس ربع حصه جامد ايه لا نروح بصخره ربع ساعه مشكله انا ماشي انا عاوز ربع ساعه زياده مش عاوز حصه زياده يلا اسكت شويه بقى عشان نبتدي ويمكن نخلص ثلاثه بالظبط لو سكتوا لو سكتوا خلاص حد يديني مذكره عشان حد يديني نوتس يديني الزليب نوتس طيب توقع على مبتدئ يلا يا شباب حصه لطيفه ولخصها لكم جدول الجدول ده ملخص حصه فين الدياجرام في دياجرام طيب بصوا معايا يا شباب فاحنا في الدياجرام في صفحة 27 يلا حصة لطيفة جدا طيب دلوقتي احنا بنقول فاكتورز اتوقع ابتدي افكتي خارج وانا مش مذاكر كما علمنا من التصور احنا بنهاكم فيه فالمعادلة الثانية هي يا شباب نقول الكاربن اوتبوت تساوي هارت ريت فوليوم يعني هي الكاربن اوتبوت هيتاثر بيها يا شباب لا انا مش مذاكر هارت ريت ستريب فوليوم صح هارت ريت وستروب فوليوم طيب الستروب فوليوم ده قعدت المراحل قلت لهم مراحل حطوها هوريزونتال هوريزونتال ولا مش هي كده صح؟ لا هم عاوزينها زيرو طب هوريزونتال الستروب فوليوم ده اللي هو يعني اهم حاجه بتاثر في الستروب فوليوم طبعا الكونتراكتيفيتي مش كده؟ بتاع الضربه الواحده ضربه الكونتراكتيفيتي وانا فاكر ان في الفاكتورز افكتنج كونتراكتيفيتي اللي هم البرفورمانس كنا قلنا فيه ثلاثه اللي هم البريو وال افتر لود والكينوتروبيك معايا يعني دول هياثروا في الستروب فوليوم وعليه الطالب ذكي ذكي قوي يعني يبقى الفاكتورز افكتنج الكاردياك اوتبوت هم نفسهم الفاكتورز افكتنج بيرفورمانس اوف ذا هارت خدناهم قبل كده كان اربعه فاكرهم بريلود افتر لود انتروبيك وفريكونسي فريكونسي عباره عن ايه؟ فريكونسي يعني الطالب الذكي بيضرب عصفورين حجر واحد ليه نفكر بهدوء؟ لان هو يعني البرفورمانس بتاع الكاردياك ماسل لما نطبقه على انتاكت هيومن بينج مين اهم حاجه تمثل ايه اهم بيرفورمانس بيعمل القلب انه كاردياك اوتبوت يعني بيمثل في القلب حقيقه البيرفورمانس هو كاردياك اوتبوت ايه البيرفورمانس على الهارت يعني اداء القلب بان في ايه انه بيضخ دم هما السؤالين هناك خدناها على الفايبر هنا خدناها على الكاردياك اوتبوت في رؤيه خاصه لعبد الله اذا انت دلوقتي اديتك اجابتين سؤال البرفورمانس كاردياك ماسل هم نفسهم الفاكتورز افكتنج كاردياك اوت انما نقعد نعمل زي بقيه الزملاء الافاضل فينا يقعدوا يحفظوها لا خدوا بالهم ايه العلاقه
كبنها ازاي العبد الله كاتبها ازاي مش مشكله كده سؤال تاني بقى جديد هي هي الهارت ريت والهيلث فريكوانسي والكونتراكتيلتي بري لود افتر لود انتروبيك ما هو تعريف الانتروبيك حاجه بتاثر في الكونتراكتيلتي ليس بسبب الافتر لود اللي بينقص الوحش ولا البري لود اللي بيزود صح غالبا بتبقى دراجز وده الهارت ريت نبتدي بقى ندرسهم واحده واحده كاني عندي اربع حاجات هدرسها هي ايه هارت ريت دلوقتي الهارت ريت هنقسمه الى ثلاث احتمالات خير الامور الوسط يعني من 60 هم كاتبين اظن 150 لو جبنا هارت بره الجسم يعني مفيش نيرفز مفيش اي حاجه وزودت الهارت ريت من 60 ل 50 مفيش اي تغير في كارديو هارت تعال نشوف ليه كارديو هارت بتساوي هارت ريت في ستروك فوليوم كلام بسيط خالص لو انا زودت الهارت ريت يبقى فترة الداستول اللي بيملى فيها القلب حصل لها ايه؟ قلب كل الناس عارفه طب ملا قليل يبقى يضخ كتير يبقى برضه هيضخ قليل يبقى الكارديك اوت ريمينز كارست طيب اعكس الهارت ريت قل اظن فاهم اشرحها ازاي يبقى فترة الداستول زادت يبقى هيملى اكتر يبقى هيضخ اكتر يبقى في هذه الحاله الكارديك اوتبوت هتقعد ثابته ده احتمال الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضدين لو نقص عن 60 او زاد عن 150 في الحالتين في الحالتين الكارديك اوتبوت هيقل يعني انا عاوزك تفكر كما العبد الله انا هركب الشرح على الحقيقه مش العكس يعني مش هشرح واطلع بالحقيقه زي ما عملنا في اوكشن الشركات ودي طريقه سهله انا عارف مسبقا ان الاكستريمز بتقلل الكاردياك اوت فخلاص انا هركب عليها الشرط الكاردياك اوت بتساوي هارت ريت في ستروك فوليوم الهارت ريت زاد فوق 150 اهو حصل لما زاد الهارت ريت فوق 150 فتره الداستول حصل لها ايه لا غلط اكستريم شورتنج مش شورتنج انه عارف ازاي يبقى مالا قليل جدا يبقى الستروك فوليوم هيقل جدا يبقى النتيجه كارديك اوتبوت هتقل طب تعالى نعمل هنا العكس الكارديك اوتبوت تساوي هارت ريت في ستروك فوليوم الهارت ريت 40 قل جدا يبقى فتره الداستول زادت جدا بس الهارت مش هيملى جدا عارف ليه؟ لو فكرت بذكاء لان الهارت محوط بالبريكارديوم هيملى لحد الاخر بقى الهارت ان شاء الله تقف ساعه بعد كده مش هيملى اكتر من كده ان شاء الله تقف ساعه يعني في كاباسيتي ما يقدرش يملى فهنا النقص في الهارت ريت تخطى الزياده اللي حصلت في وعليه برضه الكارديك اوتبوت قال فانا رتبت الشرح على الفهم ان انا عارف احلى حاجه من 60 الى 150 نو تشينج اي تغير في الهارت ريت ما بين 60 ل 150 هو بيعوض نفسه هارت ريت يقل يزيد ستروك فوليوم هارت ريت يزيد ستروك فوليوم الاكستريم سيئه يا شباب في الحالتين زاد جدا قل جدا الكارديك اوتبوت هتقل بس خدوا بالكم الكلام ده في ايزوليتد هارت انما في الحقيقه بقى ما اجمل الحقيقه عندنا احنا لما بنعمل اكسرسايز الهارت ريت بيحصل له ايه بيزيد صح يبقى فتره الداستول هتقل بس بسبب الزياده الرهيبه في الفيناستير العضلات عماله تنقبض يعني الهارت بيعمل داستول فتره قصيره جدا بس الفيناستير مزعج جدا ففي خلال الفتره الصغيره دي بيملى كويس جدا فبيزيد بوث هارت ريت اند ستروك فوليوم وعليه الكارديك اوتبوت تزيد ده في الاكسرسايز ده في الحقيقه يبقى الحقيقه رائعه الحقيقه هي الحاجه الوحيده اللي بيزيد فيها الكارديك اوتبوت وعليه انا شخصيا بحفظها بطريقه لطيفه يبقى لما يجي لي يقول لي وده ينفع سؤال لوحده بس يبقى بيبقى هديه انه سهل اشرح تاثير الهارت ريت على الكارديك اوتبوت اقول لك بطريقه سهله كل الاحتمالات موجوده يا ينقص يا يزيد Yeah, of course.
يعني عشان لو رتبت سميها في السايكولوجي تيتشينج المنتال سيت التهيئ الذهني، ان انا ذهني مهيئ لان كل الاحتمالات موجوده، ممكن يزيد ممكن ينقص ممكن يبقى ثابت، وراء الخلق خالق، يبقى في الانتاج هيومن بين المعين. بس انا بيعجبني الاعتراف بالحق، يعني داخل انا جاي متاخر ظبط الدكتور دي جت متاخره اضربه يعني. لا طيب يبقى احلى حاجه في الدنيا ايه؟ امتى يزيد تاكس هيومن بينج في الاكسرسايز؟ لان هنا بيزيد الهارت ريت طب الفتره دي ستور تقصر، بس بسبب زياده رهيبه في الفيو ستنشن الفتره القصيره دي بيملى احسن من الطبيعي، يبقى دي احلى حاجه الانسان الطبيعي وراء الخلق خالق. طب من 60 ل 150 كونستنت مودريت كونستنت، زياده هنا يقابلها نقص، هنا النقص يقابله زياده، الاكستريم وحش، الاكستريم برادي كارديا اكستريم تاكي كارديا، في الحالتين بيحصل ايه في الكارديا اوت وود؟ لان تملي النقصان بيتخطى زياده. ادي شرحها. انا بقول لو جه هذا السؤال انا كنت هضرب جمال دلوقتي. طيب شايف واحد جامد اخ كنت رايح اضربك. طيب دي هديه من جمال الورقه دي. يبقى تاني يا شباب لو جالنا سؤال تاثير الهارت ريت على الكارديك اوت، ازعل لو واحد نقص نمره، ايه الكي بتاعه؟ كل الاحتمالات موجوده، يزيد يا ينقص يا كونستنت، وبعدين بنفكر انه وراء الخلق خالق، يبقى احسن وضع اللي هو الانتاكت هارت ولا الايزوليتد؟ ده الوحيد اللي بيزيد فيه هارت ريت اند والتفسير سهل. قال هارت ريت زاد فتره ديستول اسر، بس بسبب اندفاع رهيب في البيناسيتير في الفتره القصيره دي بيملى كويس جدا، يبقى ده زاد اثنين، ده الخليقه بتاعتنا احنا. لو خدت هارت بره ده بقى كلام نظري، بقى هارت بره احنا مالنا مال هارت بره؟ لو مودريت تشينجز في الحالتين مفيش افكت، الزياده هنا يقابلها نقص، هنا النقص هنا يقابله زياده، الاكستريم وحش في الحالتين، اكستريم برادي كارد اكستريم تاكي كارد، في الحالتين النقصان هيتخطى الزياده، النقصان هيتخطى زي ما قلت لكم الكورتيف شارك. فيها صعب الحته دي، لو جت سؤال ايه الكي بتاعها في الاجابه؟ اكتبها حتى الروح كل الاحتمالات، لو انا طالب ذكي كده اكتب حاجات تذكرني هو كان شرحها ازاي، ده شرحها قال كل الاحتمالات قائمه، يزيد يا ينقص يا ثابت. ما انا عاوز لما تبقوا باذن الله شارحين وباذن الله يبقى عدد كبير فيكم اللي درست اساتذه، وفي زي ما انتم عارفين في الناس اللي قاعده في ناس اديت ابائهم، لازم تحط حاجه متميزه كده، حاجه تلخص ربع ساعه من الكلام، ايه الحاجه دي هنا؟ كل الاحتمالات قائمه صح؟ وبعدين نفكر بذكاء، طب امتى ايه الاحتمال اللي يزيد؟ هيومن بينجز انتاكت هارت يزيد هارت ريت سترونج فوليوم، المودريت تشينجز ثابته، الاكستريم ينقص سهله. طيب فاكتورز افكتنج ستروك فوليوم قلناها بطريقه برضه متميزه الحصه دي، ان احنا الفاكتورز افكتنج بيرفورمانس كان اربعه، ادي ده الفريكونسي، يبقى فاضل مين؟ ثلاثه، بري لود افتر لود نيوتروبيك. وانتوا اكتر ناس فاهمين يعني ايه نيوتروبيك، حاجه تاثر في جندك، لا هي بري لود اللي بيزود ولا هي افتر لود اللي بينقص ولا هي غالبا تبقى ايه؟ تراكس. برافو عليك. يبقى ندرس بقى التجميل دول ثلاث عوامل التجميل، هندرس البري لود والافتر لود والجين تراك. انا بس عاوز ايه اراجع معاك تاني 100 مره زي ما بيقول الطالب لما بيسمعني في الاخر، سماعي بيطلع حافظ. لسه بقول لبعض زملائكم وكنت بدي محاضرات اول كنا بنتكلم في القصه، كنت بفاجئ بظاهره غريبه جدا، وكان في هذا العصر ما يعني هو ما فيش حد بيدي اكسيولوجي غير سياره واحد في وقتها خلاص، تفاجئ كل الناس اللي بديهم محاضره محاضره، طب ده احنا يعني بنتفاهم فيها مع بعض يعني هي
فكانوا يقولوا جملة جميلة قوي، لما بنسمعك مرتين مش عاوزين نذاكر، مرة فهمنا ومرة تانية بس يعني نفس كان بيصنع مش عاوز اقراها اساسا وبعيده بنفس الطريقة معايا. فانا عاوز اعيد تاني بقى بدل ما دام يعني اعيد مرتين ليكم عشان نحفظه. بري لود قلنا ده البابيلاري ماسل اهي صح في العضلة العادية. بري لود قبل ما العضلة تنقبض علقت اللود، يبقى التنشن زاد. هل العضلة انقبضت؟ يبقى ده اسمه ايه التنشن ده؟ باسيف تنشن. يبقى كل ما زاد البري لود زاد الباسيف تنشن، زاد البري لود زاد ال، يبقى من الذي يعبر عن البري لود؟ باسيف تنشن. حتى قلنا فيها حاجة لطيفة بتحبس البيع والبيع، باسيف تنشن هو البري لود. طب هل البري لود بيزود اللينث ولا ما بيزودش اللينث؟ بيزود يعني معلش طالب بيلخبط. انما افتر لود اهو شايف في سبورتنج سيرفيس اهو، الموبايل محطوط على سبورتنج سيرفيس وادي البابيلاري ماسل، زود اللود غير ده هات ده، هل غير لينث؟ في بقى انا مش حاسس، هحسه لما ادي ستيمولس ويتشال، عشان كده سموه افتر لود. بينتج تنشن من ايه؟ من الكونتراكشن. يبقى اكتف اكتف لود، حتى قلنا الايه مع الايه، يبقى مين مقياس الاكتف لود؟ اكتف تنشن. وهل الاكتف لود بيزود اللينث؟ لا قد لا جوبا قلناها. طيب احنا بقى النهارده هنتنقل من الايزوليتد للحاجه الاهم بقى اللي هي الكاردياك ماسل. فتعال نشوف مين البري لود في الكاردياك ماسل. ف البري لود بيزود ال بيزود ايه؟ اللينث. بس طبعا لما الهارت يتملي دم زاد اللينث طبعا، بس زاد الاند دايستوليك فوليوم، يبقى بدل اللينث هنا احط مين؟ الاند دايستوليك فوليوم. يبقى البري لود هو الفوليوم، انهي فوليوم؟ الاند دايستوليك فوليوم. ما بتجيش عندنا بس حب افهمها لكم كويس قوي. يعني هل يمكن تعبير عن البري لود بحاجه تانية؟ طبعا الرايت انتر بريشر ده بري لود، مازال كنت ليه؟ لان كل ما زاد الرايت اتريال بريشر، بريشر في الرايت اتريال، الفنتك اللي هيحصل له ايه؟ هتملي ولا مش هتملي اكتر؟ لما البريشر يزيد هتملي اكتر. يبقى يمكن اعتبار مازال لينا احنا الرايت اتريال بريشر اذا بري لود. الاسئله بتاعت اليو اس ام الاي في المعادله الامريكيه بقول لهم لو جالكوا رايت اتريال بريشر كانه بيقول لك بري لود، لان البري لود هو اي حاجه هتزود الاندستوليك فوليوم. البري لود في الهارت هو الاندستوليك فوليوم، وهو 100% الاندستوليك فوليوم ده بيزيد بزياده الرايت اتريال بريشر، يبقى كل ده بري لود. وهنا نطبق ستارنج لو، ذا جريتر ذا بري لود ذا مور ويل بي ذا جريتر ذا بري لود ذا اندستوليك فوليوم حسب ستارنج لو ذا مور ويل بي ذا فورس اوف ويذين ليميتس. يبقى الكيرف طالع هنا، بدل ما اقول كنت بقول بقى ايه اللينث تنشن، هنا هقول الكونتراكشن اللي هو يمثله هنا موضوع اللي هو الستروك فوليوم. كل ما يزيد البري لود يعني كل ما الهارت يتملي اكتر اللينث هيزيد اكتر، هيزيد الفورس كونتراكشن يعني هيزيد ايه؟ الستروك فوليوم. يبقى زياده البري لود بتزود ايه؟ الستروك فوليوم. تمام؟ يبقى هنا لو زودت البري لود ازيد الاسترونج على كتير بنفسه. طب عاوز ادرس الافتر لود، من هو الافتر لود سيركيليشن؟ كنت قلت لكم قبل كده اورتيك بريشر. اورتيك بريشر يبقى الفنت كده اهو بيفصل الصمام الاورطه عن الارتيريال بلاد بريشر. اورتيك بريشر هيبتدي ينقبض، مين حافظ لما الضغط يوصل كام يفتح؟ 80 يفتح يفاجئ بالاورتيك بريشر صح؟ لو عالي يضخ كتير ولا يضخ قليل؟ قليل، يبقى الستروك فوليوم عالي، اتمنى الافتر لود وحش، لكن لو البريشر قليل هيضخ كتير كتير. يبقى مين اللي حلو طول عمره؟ بري لود. مين اللي زفت طول عمره؟ افتر لود. بري لود ده جميل جدا لانه من منطق الاستعداد، هو ده اللي بيشتغل فيه ستارنج لود. يبقى لما اجي كده هقول يبقى المفروض لما ادرس اثبت بري لود، عاوز ادرس الافتر لود يبقى اثبت ايه؟ بري لود. لما ازود الافتر لود هيضخ اقل،
يبقى ده زودت الافتر دول يبقى الجير بيشيفتد لتحت داونورز اند تو ذا رايت. لكن لما نقص الافتر لود هيزي هيضخ اكتر يبقى هيبقى شيفتد ابوردز اند تو ذا ليفت. يبقى ده نقص الافتر لود. كلام بسيط خالص. من هو الانوتروبيك؟ حاجة تأثر في الكونتراكتيفيتي. حاجة تأثر في الكونتراكتيفيتي لا هي بريلود ولا بوست ولا افتر لود. طب هنا لو حطيت بوستيف انوتروبيك يعني بدأت بنفس الحاج ثبت الاند ديستوليك والبريلود وحطيت دواء بيزود انخفاض القلب هيضخ اكتر واقل اكتر يبقى الكيرف هيبقى شيفتد ابورز ده بوستيف انوتروبيك. طب لو حطيت حاجة تضعف انخفاض القلب هيضخ اقل يبقى النيجاتيف انوتروبيك. يبقى دول انا شرحت الثلاث عوامل البريلود الانوتروبيك والافتر لود على نفس كده لان فاضل لي كيرف تاني وخلاص وانا عامله لكم الجدول في الاخر. هنا فين البريلود؟ البريلود بتحرك على نفس الكيرف لان الكيرف الاساسي ستروك فوليوم مع بريلود صح. تزود البريلود خط الاسود يزيد الستروك فوليوم ودي الليمتس. يبقى فين دراسه البريلود؟ هنا الكيرف الاسود الاساسي هو بيدرس الستروك فوليوم في مواجهه البريلود. على نفس الكيرف هدرس العاملين هدرس الاثنين تانيين العاملين الاخرين صح عشان هنا مفروض هدرس ادا العاملين الثانيين. طيب ايه اللي زي نقص الستروك فوليوم لو زاد الافتر لود خلاص او نيجاتيف اينو تروبيك. طب ايه اللي يزود الستروك فوليوم لو نقص الافتر لود او بوزيتيف اينو تروبيك؟ ده نص الحس خلصت كده خلاص. ده درسنا كل العوامل على كيرف واحد. نيجي للكيرف اللي هو اصعب قليلا اللي هو عندنا فكره عنه اللي هو كان اسمه بريشر فوليوم كيرف. خلاص بريشر فوليوم كيرف تعال نشرحه تاني. بريشر فوليوم كيرف ده الفوليوم ده البريشر اللي هو اللوب. فاكرين كان ده الايزومتريك كونتراكشن فيز اهو في الايزومتريك كنا قلنا الفوليوم اسكيب كونستنت عند 130 لكن البريشر بيزيد لما يوصل كام يفتح الاورتيك فالف 80 يفتح الاورتيك فالف. يبقى اللاين ده كان بيمثل ايزو متريك كونتراكشن. خلاص كده انا عارف اكتب بس بكتب بالمشالو ايزومتريك كونتراكشن خلاص يعني بالتقريب كده فتح الاورتيك فالف هنا اهو الاورتيك فالف فاتح فاكرين فيحصل ماكسيمم ايجكشن في ريدوس ايجكشن. بالايجكشن الفوليوم يقل ينزل من 130 الى 60. يبقى الستروك فوليوم في الكيرف ده قد ايه؟ 70 الستوريك باي ستوريك كان في 130 بقى في 60 يبقى ضخ كام؟ 70 مش ده اللي قلناه؟ بعد كده يقفل اورتيك بار. هنا طبعا تغاضينا عن البروتو ستوريك قفل وبعدين نبتدي الايزومتريك ريلاكسيشن. ريلاكسيشن ايزومتريك يبقى الفوليوم سكيبت كونستنت ريلاكسيشن يبقى البريشر يقل ينزل لاراوند زيرو عشان يفتح وبعدين يحصل ماكسيمم فيلينج في ريدوس فيلينج ده كده. طبعا هنا فتح المايترال فالف فحصل فيلينج وبعدين هنا قفل الاتريك اوبنز. يبقى ده كل فالفز الأورطة اللي النقطتين اللي فوق الأتر من تحت والنقطتين اللي تحت. ده درسناه ده كان لوحده سؤال نظري اسمه بريشر فوليوم لوب. بريشر فوليوم لوب نقوله تاني ايزومتريك كونتراكشن ايزومتريك يبقى الفوليوم سكيب كونست كونتراكشن يبقى البريشر يزيد لما يوصل 80 يفتح الأورطي بار فيحصل ماكسيموم ايجكشن يزيد اكتر ل 120 وبعدين ريديوس ايجكشن تمام قفل اورتيك فالف. بعد كده يحصل ايزومتريك ريلاكسيشن ايزومتريك الفوليوم ثابت لكن البريشر يقل لما ينزل تحت الاترال بريشر يفتح الاترومنتيكا فالف فيحصل ماكسيموم فيلينج في ريديوس فيلينج. مش قلنا لها رؤيه بسيطه جدا للكاردياك سايكل خدنا 6 فيزز المهمين بس تغاضينا على الاترال سيستول فيز لان احنا بنتكلم على الفنت مفيش اترال فعشان كده سيبنا الاترال ما نرجع عليه وتغاضينا عن البروتو ده كان فيز كده للامتحان يعني
ما بين نهايه السيستول وانغلاق الاورتيك فالف. ان اهم معلومه في السايكل هناك في السايكل ان الاورتيك فالف لا ينغلق بنهايه السيستول وهو ما يبدو منطقي انها بنهايه البروتو. احنا اساسا مش عاوزين المنطقي, هو بنهايه السيستول صح. يبقى كونتراكشن وراء ايجكشن, ريلاكسيشن وراء فيلينج. سؤال وصعب ده الواحد, سؤال نظري كان رجعناه تاني عشان المراجعه بتحفظ. وال130 دي تمثل ال داستوليك فوليوم, داستوليك فوليوم. وال60 دي بتمثل ال سيستوليك فوليوم, والفرق ما بينهم حتى ده مين ستروك فوليوم اللي هو 70. يبقى الهارت بيضخ كام في الميه من اللي فيه؟ 70 من 130 اكتر من 50, 55%. ده يسموه ايجكشن فراكشن. اهم حاجه تقول قلبك قد ايه سليم. يعني اي واحد بيعملوا له عمليه تغيير شرايين يحطوا له دعامات, اهم حاجه بعد العمليه لما تستقر الحاله يشوفوا له الايجكشن فراكشن بالسونار, المواجهات الفصوتيه يشوفوا حجم الفنتكل في نهايه الدايستول وحجمه في نهايه السيستول. الفرق ما بينهم يبقى ستروك فوليوم اللي هو 70, ضخ 70 من 130. يعني الايجكشن فراكشن ده سؤال شافه مهم جدا, يساوي الستروك فوليوم على الاند دايستوليك فوليوم. هو كان فيه 130 اند دايستوليك, ضخ منهم كام؟ 70. يبقى لازم اكتر شويه من النص, 55%. تحت النص يبقى فيه مشكله. اللي مش كاتبينه عندنا تحت 30% يبقى فيري شورت لايف اكسبكتنسي. بس دي معلومه زياده كده يعني لينا. لازم تبقى فوق 50%, لازم الهارت يضخ اكتر من 50. على فكره لو ضخ 70 في مشكله برضه, يبقى هايبر كينيتك سبريشن حاجه غلط. هو لازم كده عشان ما تنسوهاش. رقم الحسد كام؟ 55. ده الايجكشن فراكشن 5 و5 عشان ما يحسدكش, 5 و5 عشان الطالب يفتكروا كنا قلناها ازاي. 55 تحت 50 مشكله, مشكله مش حلوه. ده واحد حصل له انفارش. تحت 30 كارثه مش مشكله, يبقى فيري شورت لايف اكسبكتنسي. لسه واحد صاحبي بيتكلمني في التليفون قال لي اسوي الايجكشن فراكشن 29 صمتا لا اتكلم. اقول له ايه؟ قلت له يعني مش كويسة بس يعني الحمد لله. بس طبعا ليه؟ انا عرفت ان عنده مشكلة ان انزلني عن رقم 30. ده هما مش كاتبينه خالص, ما عندنا ملوش قيمة. ده من اهم الاسئلة الشافة في فيسيولوجي امراض باطنة. What is the best clinical index of your heart performance? Clinical ejection fraction. Ejection فراكشن, الفراكشن اللي بيعمله ايجكشن من ال 130, الفراكشن الجزء اللي ضخه 70 اعلى قليلا من النص. كام الرقم؟ 55. تحت 50 مشكله, تحت 30 لينا احنا ما لهمش دعوه, هم مشكله عويصه تبقى عارفها روحك. وده كيرف اسمه غير الكيرف ده بريشر فوليوم كيرف. معايا؟ النقطة دي بتمثل نهاية الدايستول. ان دايستوليك فوليوم بريشر ريليشن. النقطة دي نهاية السيستول. ان سيستوليك فوليوم بريشر ريليشن. يبقى دي دايستوليك ودي سيستوليك. تبقى عارفين النقطة دي عشان نجيلها بعد شوية. ورؤية أبسط رؤية للسايكل. يعني لو أنا عاوز أشرح السايكل لواحد في 5 دقايق مش عاوز أقول له الكيرف الكبير ده. أقول له بص الأول أزيمنتال كونتراكشن, الفنتكل بينقبض, الحجم ثابت, البريشر بيزيد, يفتح الأورتيك فالف. الفوليوم ثابت, البريشر بيزيد, وبعدين يحصل ماكس إيجكشن فريدوس إيجكشن. ده السيستول. طب والدايستول؟ أزيمنتال ريلاكسيشن, الفوليوم ثابت لكن البريشر بيقل, لما ينزل تحت الإترا بريشر يفتح الأترو بالبيكولا فيحصل ماكس فيلينج فريدوس فيلينج. مليون سؤال في الام اس كيو هنا. الاورتيك فالف فوق يفتح ويقفل, الاترو انتيكور تحت. حتى بقولها موضعهم الطبيعي, هما الاورطه فوق والاترو انتيكور تحت. يعني حتى في الكير مصادفه جميله, النقط بتاعت الاورطه والكورونري فوق, النقط بتاعت الميترال تراكاسفيد تحت. هو طبعا مش محتاجه كده, يعني اي طفل فاهم في نهايه الكونتراكشن يفتح الاورطه في نهايه
الإيجكشن يقفل في نهاية الريلاكسيشن، يفتح الأكل المنطقة وبعدين يقفل. هل فيها صعوبة؟ ما لم يكتبه الزميل قلته لك. إيه أهمية هذا اللوب؟ حاجة واحدة بس، إنه اللي هو هنتكلم عليه دلوقتي هو مش كب، يعني سايبه أحنا نشرح. 98% من مجهود القلب عشان يضخ فوليوم معين في مواجهة بريشر معين، فوليوم معين بريلود في مواجهة بريشر معين اللي هو الافتر لود. مين اللي يمثل هذا الورك؟ الاريا اوف ذيس كيرف. لو كبرت يبقى الورك بتاع الهارت زاد، ودي مشكله، لان اي واحد يزود الورك لو ما ارتاحش بعد شويه هيحصل له فيلير. ففي يعني ممكن الورك يزيد بسبب انه بيضخ اكتر، زودت الفوليوم زودت البريلود، زي اللي عندهم ارتجاع في الصمامات يضخ والدم يرجع له، مع اللي جاي جديد ما هو رجع له شويه ارتجاع في الصمام وفي جديد جاي، يبقى الهارت ده مزود الورك عن طريق البريلود. انما اشهر حاجه الناس اللي عندهم هايبرتنشن في مصر، نص ربع الشباب ونص الناس الكبار في مصر عندهم هايبرتنشن، دول مزودين الافتر لود. انا قلت لكم مين اللي زفت؟ هذه برضو حاجة أحب أعلمها الناس. لما كنت أمتحن في الماستير فأقول للطالب اللي هو في داخل مربى طيضة، في عين عنده ارتجاع في صمام القلب وعين عنده زيادة في ضغط الدم، أيهما أخطر؟ ارتجاع في صمام القلب، يا نهار اسود ده أدمي برا ده سقط. أخطر حاجة الهايبرتنشن الافتر لود، وهنشوف بعد شوية ليه. ارتجاع في صمام القلب دي بريلود، ده احلى حاجه البريلود، هي مش حلوه يعني، البريلود احسن من الافترلود طبعا، انك تزود الورك عموما ما حدش عاوز يزود الورك، بس لما زوده عن طريق زياده البريلود غير لما زوده عن طريق زياده. عاوز في دماغك كده تقعد طول عمرك الافترلود ده اسوء حاجه على الهارت، انك تزود البريشر اخطر من انه يحصل له ارتجاع. ارتجاع ده زودت الفوليوم هيتعاقب معاه ستارتنج لو، هيزيد الانيشال لينث، هيزيد الفورس اوب، حاجه انترنسيك ابيلتي في الهارت. بقيه الناس مش عارفه الجمله دي، انتوا درستوا باللايف اكول الدكتور ناجي قال لنا اسوء حاجه الافتر لود، اللي عنده ضغط دم ده اخطر من اللي عنده هثبتها بالارقام، من اللي عنده ارتجاع في الصمامات. مش ناخدها بالكلمات الجوفاء ارتجاع في الصمامات، مفيش اي حاجه فيها، يرتجع زاد براحته، مش حلوه بس العب منها الهايبر تنش. عشان احنا بقى حتى الناس يقول لك ايه، انا عندي شويه ضغط، انا يعني شويه ضغط دي حاجه، يعني عندي شويه ضغط، شويه ضغط هتموت عشان قفت اللون يا ابو غفل، شويه ضغط دي حاجه تجنن. ايه انا على حاجه في الدنيا؟ سيبكم كل اللي هشرحه النهارده. دي نص الحصه، هدخل في نص تاني، نص الحصه تاني عاوزين ندرس الموضوع ده اللي هو العامل المؤثر في الستروك فوليوم. ثلاث حاجات، بريلود افتر لود انوتروبيك ستيت. البريلود هدرسه على نفس الكيرف، الكيرف الاسود، كل ما يزيد البريلود زاد النيشال لينث حسب اشهر قانون، اسمه ايه القانون؟ طيب الستارتنج مرتبط بالبريلود، هوريكم بقى في البايوفيزكس كانوا حاطين الستارتنج مع الافتر لود، مصيبه يعني اللي بيكتب مصيبه، اي هوب يصلحوها. ستارتنج لود ده بريلود، ما فيهوش افتر لود خالص، بل هني ده يبقى كل ما يزيد البريلود هيزيد انيشال لينث حسب ستارتنج لو، هيزيد الفورس اوف كونتراكشن عليه الستروك فول. ده البريلود كيرف الاسود. على نفس الكيرف هدرس العاملين التانيين، انا عندي ثلاث عوامل، بريلود افتر لود وينوتروبيك. طب وفين العامل الرابع الفريكونسي اللي درسناه لوحده اللي هو الهارت ريت؟ صح. ايه اللي يخليه يضخ اكتر؟ يتنقص البريلود الافتر لود يا بوست انو تروفيك، شيفت الكيرف ابوردز اند تو ذا ليفت. ايه اللي يخليه ضخ اقل؟ تزود الضغط قصاده الافتر لود او نيجاتيف انو تروفيك. ده نص اجابه السؤال. نيجي للكيرف الثاني اللي هو البريشر فوليوم كيرف، صح؟ بريشر فوليوم كيرف
ده كان سؤال لوحده كده، ايش على البريشر ويليام كير؟ رؤيه بسيطه للسايكل، كونتراكشن وراء اثنين اجكشن، ايزومتريك اكسيشن وراء اثنين فيلينج. سهل ولا صعب؟ ايزومتريك كونتراكشن من اسمها في كل المعلومات، ايزومتريك يبقى الحد ثابت عن 130، كونتراكشن يبقى البريشر لما يوصل 80 ناحيه اللفت يفتح الاورطه. طب للي عندهم ارقام الطالون بيفتح عند كام؟ مش عايز 10، برافو عليك. بعد كده يزيد ماكس اوبجكشن 120 او الناحيه الثانيه الكات 25. اسال ماي ستودنتس ايه الحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ حاجه الواحد يفتخر بيها. وبعدين يحصل ريديوس اوبجكشن، يقفل اورطه بره، يبقى الاورطه فتح هنا وقفل هنا. دي نهايه الستوري، فيسموها اند ستوري فوليوم بريشر ريليشن، صح؟ نبتدي النص الثاني، ايزومتريك ريلاكسيشن، ايزومتريك يبقى الفوليوم ريلاكسيشن البريشر المفروض ينزل، بيبقى يشاور رقم تحت الاتريال عشان يفتح الاتريال وتبقى بعض، لازم ينزل هنا تحت الاتريال بريشر. طب الاتريال بريشر اراوند كام؟ يبقى لازم ينزل لزيرو، يروح فاتح ماكسيموم فيلينج فريديوز فيلينج. هنا ليه البريشر بيقعد اراوند زيرو؟ لان في حاجتين عكس بعض، في ريلاكسيشن وفي فيلينج، ده بينقص وده بيزود، ده بينقص وده، عشان كده البريشر تقريبا اراوند زيرو. لو بنتكلم بقى في السايكل كنا قلنا مين سبق التاني، يعني هل الريلاكسيشن الاول ولا الفيلينج الاول؟ فكر فيه. فعشان كده كان في السايكل بنرسمها كده لو كنت فاكر، يقل وبعد يزيد كده، لكن حوالين الزيرو لو عاوز التفصيلات اهي، لانه الاول ريلاكس وبعدين حصل فيلينج، يبقى يقل الاول وبعدين يبتدي يزيد تاني، يعني لو عاوزها بالظبط. انما عموما اراوند زيرو. هنا دي رؤيه مبسطه، ده كان سؤال لوحده، والاورطه فوق والميترال تحت. نيجي بقى عايزين ندرس نغير التريود، نغير الافتر لود، نغير الانتروبيك على نفس الكيرف. نغير البريلود، يعني عملت اكسرسايز فزاد الفينس في الكيرف، فزاد الرايت اتر بريشر، فزاد الفينتيكولار فيلينج، فزاد الاندستوري بول اهو بالشكل ده. يبقى بدل ما اتملى ب 130 سيب ملى برقم زياده، مش عاوز الارقام عشان ما تلخبطش، عشان يعني تقعد تحفظ لي الارقام الجديده، ملاش ما عليهاش ارقام، هو دول الرقمين اللي عليه، هم مش حاطين ارقام. وبعدين يقفل الاترو انتيكو فالفز، يبتدي كونتراكشن، ايزومتريك كونتراكشن. ايزومتريك يبقى الفوليوم زاد ثابت، البريشر يزيد، لما يوصل كام يفتح الاورطه؟ 80. يبقى هنا هيفتح عند نفس النقطة، كان بيفتح 80 دلوقتي يفتح 80، صح؟ وبعدين يفتح يكونتراكت يضخ دم، هيضخ بقى كمية أكبر، لأنه ما يتميل أكتر حسب ستار اللي هو هينقبض أكتر، هيضخ كمية أكبر بالشكل ده. خلاص أهي سوري. يبقى إيه رأيك في حجم الكيرف كده حصل له إيه؟ زين زين. يبقى الورك بتاع الهارت زين زين. وهيقفل عند نفس البريشر. ده شكل تاثير البريلود. يبقى البريلود زود الفوليوم وما غيرش البريشرز اللي فتح وقفل عندها الاورطه. يبقى حجم الكيرف حصل له ايه؟ زاد. يبقى الورك بتاع الهارت زاد. حاجه مش كويسه، بس يعني احسن من اللي بعدها. عايزين نغير الافتر لود، من هو الافتر لود؟ الاورتيك بريشر. يبقى هنثبت ال ريلود، يبقى برضه هنا لحد 130، وبعدين هنا الاورتيك بريشر عالي، بدل ما هو 120 على 80 سي 150 على 120. يبقى في الايزومتريك كونتراكشن، ايزومتريك الفوليوم ثابت، كونتراكشن بريشر يزيد، اوعى تغلط. هنا الاورطه الضغط فيه 120 150 على 120، هيفتح عند انهي ضغط؟ 120. مش الضغط عالي؟ هو عمره ما هيفتح غير لما الضغط جوه الفنتكل يتخطى الضغط في الاورطه، عشان كده هيبقى كده كده. لانه هنفتح عند نقطه اعلى، مش انت قلت الاورطه بريشر عالي؟ ازاي هيفتح عند نفس النقطه؟ لازم البريشر جوه الفنتكل يتخطى البريشر في الاورطه عشان يفتح. طب هو مش 120 على 80، هو 150 على 120، يبقى لازم في الحاله دي نوصل ل 120 هو اقل حاجه عشان نفتح. بعد كده البريشر عادي، يبقى هيضخ كتير ولا يضخ قليل؟
المخ قليل. يبقى الاند سيستوليك زاد بالشكل الاند سيستوليك، ما هو ما ضخش كل اللي فيه، كان المفروض يضخ 70. ده هو يعني لقى البريشر عالي ضخ اقل من 70، يبقى الاند سيستوليك حصده ايه هنا؟ زاد. والاورتيك فالف قفل على نقطه اعلى، يعني فتح على نقطه اعلى وقفل على نقطه اعلى. هنا فتح وقفل عند نفس النقطه. ما تخافش، كل حاجه وضبطها في حياتي. ده الورق اللي وزعته لكم تيبل فورم، هنحفظه في 5 دقايق. ما اقدرش احفظ وافهم في نفس الوقت. يعني ما تقولش في الاخر طب هتلخبط، لا مش هتلخبط، لان عندي طريق. بس انت بتحاول تفهم كل حته لوحدها. الكيرف ده بقى اللي هو اللي عنده بتقفل الاورتيك فالف ده ليه اسم، اسمه اند سيستوليك فوليوم بريشر كيرف. ويجي بقى ثالث حاجه والاخيره وبعدين نحفظ مع بعض الجدول. بوزيتيف انوتروبيك يعني الهارت رحت حاطط عليه دواء بوزيتيف انوتروبيك، يبقى لازم نثبت ايه في الانوتروبيك؟ افترود. يبقى هيملى نفس الكميه 130 والضغط ما زادش، يبقى هيفتح برضه عند 80. يعني لو غيرنا دي اللي هي الفريلود مالى نفس الكمية، بس انت حاطط عليه دواء بيزود الانقباض، ليه يملى اكتر؟ لان زي ما فهمت حطيت دواء بيزود الانقباض، الاورتيك بريشر زي ما هو يبقى يفتح عند 80. فكر فيه خلاص، يبقى يفتح عند نفس النقطة مفيش أي مشكلة، بس هو عليه بوستيف انوتروبيك. يبقى هيعمل إيه في الحالة دي بقى؟ يبقى هيضخ أكتر. أكتر هيضخ إيه هنا؟ أكتر. وعليه في هذه الحالة الكيرف ده السلوب بتاعه هيتغير. يبقى الوحيد اللي بيغير السلوب بتاع هذا الكيرف هو الانوتروبيك، اللي هو السلوب بتاع مين؟ انستوليك فوليوم بريشر كيرف. ما هو ده ضخ اكتر يبقى انستوليك قل يبقى السلوب اتغير. يبقى مين الوحيد اللي بيغير السلوب بتاع الكيرف؟ الفري ولا الافتر ولا الانوتروبيك؟ انوتروبيك. يبقى زي الفيلوسيتي ماكسيمم، بس لا يستخدم في الكلينيك. في حاجتين بنعرف بيهم قوه انقباض القلب، الانوتروبيك الفيلوسيتي الفي ماكس اللي بيغيرها الانوتروبيك، والسلوب بتاع الاند سيستوليك فوليوم بريشر ريليشن. ولو نيجاتيف انوتروبيك السلوب هيقل كده هيضخ اقل. يبقى الوحيد اللي بيغير السلوب ده هو الانوتروبيك ستيت. هات لي بقى الجدول اللي معانا، حد يسلفني. كنت انا يبص اديني انت بقى يبص مع زميله نقرا مع بعض. جدول رائع، هو لخصت الحصه كلها في جدول. في جدول باي ديفينيشن البريلود ده قلنا بيزود الطول، بيعمل ستريتش في العضله، وعليه يمكن قياسه بطريقتين. هو بيزود لينث، يزود لو بتشتغل في ايزوليتد نيرف فايبر يبقى يزود الساركومير لينث، لو بتشتغل على انتاكت هارت هيزود الاندستوري فوليوم. طيب من هو الافتر لود في السيركوليشن؟ هو الاورتيك بريشر. من هو الانوتروبيك ستيت؟ تشينج في الكونتراكتيفيتي نوت ريليتد تو افتر لود اور بري لود. صح؟ عندي كيرفين، كيرف سهل وكيرف معقد شويه. الكيرف السهل هو ايه بقى؟ بنحط الستروك فوليوم في مواجهه الاند داستري فوليوم. صح؟ ناخد البريلود، البريلود هو نفس الكيرف الاساسي. كل ما تزود البريلود الستروك فوليوم يزيد، تزود البريلود الستروك فوليوم يزيد، تزود البريلود يزيد هنا، يبقى زياده البريلود هتزود الستروك فوليوم اون ذا سيم كيرف. انما لو انا زودت الافتر لود او نيجاتيف انوتروبيك يبقى هيضخ اكتر هيضخ اقل. لو الضغط قصاده عالي يضخ اقل، اقل. لو حطيت له حاجه تضعفه يضخ اقل. يبقى الاثنين دول يشيفت الكيرف داون ويخلوه ده رايت. انما بالعكس لو الضغط قليل قصاده يبقى هيضخ كتير، او لو حطيت عليه بوست انوتروبيك يبقى الكيرف هيبقى شيفت ابورز قلبه ده ليفت ليفت. ده خلصنا. نيجي للكيرف المعقد.
ventricular pressure volume loop اللي هو ده. ناخد الاول البريلود. انت بريلود يعني اللي هو الفوليوم، يبقى هنا زودت الاند دايستوليك فوليوم، وعليه لما زودت الاند دايستوليك فوليوم حسب ستارلينج لو الفورس اوف كونتراكشن زادت، هيزيد الاستروك فوليوم كنتيجه لزياده الاند دايستوليك. ما انت الاستروك فوليوم بيساوي ايه؟ اند دايستوليك ناقص اند ستوليك. انت تزود ده يبقى الفرق بينهم يزيد اهي. يعني اكتبها لطفل اهو، بص يا بابا الاستروك فوليوم بيساوي ايه؟ اند دايستوليك فوليوم ناقص الستوليك فوليوم، ده زاد يبقى الاستروك فوليوم بيحصل له ايه؟ من غير كيرفات خالص، يبقى ده يزيد. يبقى زاد الاند دايستوليك وعليه زاد الاستروك فوليوم. حضرتك بتلعب في البريلود، يبقى لعبت في يبقى عايز تعمل ايه في الافتر لود؟ ثبته اللي هو مين الافتر لود؟ اورتيك بريشر. يبقى الاورتيك فالف اوبنز والاورتيك فالف كلوزز ات ذا سيم بريشر، صح؟ طب هنا الورك زاد ليه؟ لانك زودت الويت ولا زودت الهايت بتاع الكيرف؟ لما زودت الان دايستوليك فوليوم زودت الويت ولا زودت الهايت؟ الويت. زودت الويت خلاص. الانسيستوليك بريشر فوليوم ريليشن، انسيستوليك خلينا زي ما هم كاتبينها بريشر فوليوم، طبعا هم بادئين اسف بريشر فوليوم تبقى شكلها احسن بدل ما نقول فوليوم بريشر ريليشن، بس عشان بداتها هنا فبداتها بالفوليوم والبريشر، بس الصح الاصح ما نقولش يعني نكتبها فوليوم اسف بريشر فوليوم ريليشن بريشر فوليوم عشان الكيرف كده بريشر فوليوم، صح؟ يعني هي مش فارقه بس الطف تتقال بريشر فوليوم ريليشنز. الانسيستوليك بريشر فوليوم ريليشن مين الوحيد اللي بيغير السلوب بتاعه؟ الانر ترانك لو بوزيتيف شيفت ابورز انتو ذا ليفت، نيجاتيف داون، لكن هنا ذا سيم سلوب. ناخد اللي بعدها الافتر لود وبعدين نجمعهم بقى. في الافتر لود لواحد فاهم يبقى عايز تثبت مين؟ البريلود. يبقى الاند دايستوليك فوليوم ثابت في النهايه، لكن افتر لود لما تزود البريشر هيضخ ايه بقى؟ هيضخ اقل ولا اكتر؟ اقل، وعليه الاستروك فوليوم هيقل. خلاص هيقل هنا بسبب انه زاد الانسيستوليك فوليوم، ما هو ضخ اقل، لما ضخ اقل هنا ده ثابت وضخ اقل تيجي ازاي دي؟ يبقى الحل ان ننقص الانستوليك. في ناس شايف انها متلخبطه، اعيدها تاني بس حته نظيفه شويه عشان ده كلام بتاع ثالثه ابتدائي. بص يا بابا قول لي انت، انسى الكيرفات خالص، ستروك فوليوم بيساوي ايه؟ سو انستوليك انستوليك فوليوم ناقص انستوليك فوليوم. انت قلت هدرس الافتر لود، يبقى هتثبت البري لود، يبقى هتثبت فيه الاندستري. لما البريشر زاد ضخ اقل ولا ضخ اكتر؟ ضخ اقل. يبقى الحل ان عشان دي تقل الاندستري، يبقى دي لازم يحصل لها ايه؟ تزيد. سمبل ماثيماتيك، ما هو ضخ اقل يبقى فضل فيه اكتر، ضخ اقل يبقى فضل فيه أكتر. بس ده اللي مكتوب قصاده. طيب الاورتيك فالف بيفتح امتى؟ انت مزود الافتر لود اورتيك بريشر، يبقى يفتح ويقفل عند ضغط اعلى، يبقى لو هنا كان بيفتح ويقفل عند نفس الضغط، لانك كنت بتدرس البري لود، يعني مثبت الافتر لود اللي هو الاورتيك بريشر كان ثابته بيفتح عند نفس الضغط، لكن هنا انت مزود الافتر لود يبقى يفتح ويقفل عند ضغوط اعلى. اللوب هنا بقى لما زود الضغط الكيرف يزيد في الويت ولا يزيد في الهايت؟ الهايت. يزيد في الهايت، ده اللي مكتوب. خلاص السلوب بتاع الاند سيستوليك بريشر فوليوم كيرف ذا سيم، قلنا الوحيد اللي بيغيره هو الانوتروبيك. نيجي انوتروبيك ستيت، يبقى لازم تثبت حاجتين حضرتك دلوقتي. انوتروبيك هتثبت حاجتين، هتثبت الاند سيستوليك فوليوم وهتثبت النقطه اللي هيفتح عندها، صح؟ لكن انت برغم انك مثبت الحجم اللي في الارض هيضخ ايه في الحاله دي بقى؟ بالضبط. فكر فيه، يعني انت لما تحط بوست انتروبيك يبقى الاستروبول ما يحصل له ايه؟ يزيد. هيزيد.
وفي نفس الوقت انت مثبت الاندستريال فوليوم. يبقى الحل بقى ان دي يحصل لها ايه؟ تقل. ان لما ضخ كتير اللي فضل فيه بقى قليل سمبل ماث يعني. الضغط عالي قصاده فضخ ايه في الافتر لود ضخ ايه ده من ضغط عالي قليل فاللي فضل فيه بقى ايه كتير كتير. لكن عليه بوست انتروبيك نفس الضغط وضخ كتير يبقى اللي فضل فيه بقى قليل. مش صعبة من غير اللي حتى الجدول هنا بقى. بص دي عشان ما تلخبطكش. الاورتيك فالف اوبنز اند كلوزز ما كتبتش بريشر ات ذا سيم فينتريكولار فوليوم. عند نفس الفوليوم هنا ات ذا سيم فينتريكولار فوليوم فتح لكن قفل كان ضخ اكتر. ما احنا قلنا في البوست انتروبيك ضخ اكتر يبقى قفل ات لوور فينتريكولار فوليوم اللي هو الاند سيستوليك. طيب يبقى هنا لما تحط بوست انتروبيك زاد الويت ولا زاد الهايت؟ هو ضخ كتير زاد ال ويت. هنا بقى السلوب بتاع ده حصل له ايه؟ اتغير. عشان كده ده اسمه اندكس اوف كونتراكتيليتي. نقولها تاني بقى لانه البريشر المفروض ثابت هنا ما هيفتح عن 80. هو البريشر 80 انت ما غيرتوش حطيت بوست انتروبيك يبقى هيفتح برضه عند سين ايه بريشر. بس انا عاوز اتكلم على الفوليوم عشان اوصل لحكايه الويت لان ده بيزود الويت كانه زي البري لود في الحته دي. فهنا فتح عند نفس الفوليوم بس قفل عند فوليوم اقل. لما ضخ كتير قفل عند فوليوم اقل عشان في الاخر اطلع بان الويت حصل له ايه زاد. ايه ده ايه رايك انت؟ لا الهايت في البوست انتروبيك ما زادش. ليه زياده تافهه يعني؟ لا زود الكونتراكشن بس فتح هنا ضخ كتير لكن ما زادش الهايت زاد الويت لانه فتح عند نفس النقطه. طيب انا عاوز بقى كل واحد يقفل الورقه وما يبصش للكاتب هنفكر بهدوء من خلال معادله تافهه اهي. برو فوليوم يساوي ادفع معادله تساوي ايه يا شباب؟ اندستوليك ماس اندستوليك ماس انستوليك. هنغير البري لود يبقى اعمل ايه في الان؟ اغير اعمل يعني ايه زودت البري لود؟ ازود مين يعني؟ يبقى هنا يبقى هزود الاندستوليك. يبقى هنا زاد الاندستوليك. لما يزيد الاندستوليك هيضخ اكتر ولا يضخ اقل؟ يضخ اكتر. هيضخ اكتر فالسلوب فوليوم برضه هيزيد. هنا دي تبقى اولموست ثابته. صح؟ كده زدت. طيب في البري لود انت غيرت الاند داستوليك هل غيرت الضغط الافتر لود؟ يبقى الاورتيك فالف يفتح ويقفل نفس سهله جدا. طيب زودت الاند داستوليك يبقى اللي هيزيد الويت ولا الهايت ولا كير؟ الويت. الويت ولا كير؟ طيب انتقل اللي بعدها الافتر لود. زودت حاجه مش في المعادله دي زودت مين؟ الاورتيك بريشر وعليه انت مثبت ده ثابت. ثبتت البري لود وزودت الاورتيك بريشر. لما زودت الاورتيك بريشر ضخ ايه بقى هو؟ اقل. ضخ اقل. طب تلعب في دي ازاي بقى؟ يعني ضخ اقل ودي ثابت يبقى الحل زود الاندستوليك تزيد. صح؟ سهله خالص. طب انت مزود الاورتيك بريشر يبقى الاورتيك فالف يفتح عند ضغط اعلى وضغط اقل ولا سيم؟ اعلى ويقفل عند اعلى. يبقى في الاولانيه كانت انت بتغير البري لود ومثبت الاورتيك بريشر يبقى يفتح ويقفل عند نفس البريشر. انما هنا مثبت البري لود ومزود الاورتيك بريشر يبقى يفتح ويقفل عند هاير اورتيك بريشر. طب اخر واحده بقى اللي هو هنحط بوزيتيف نوتراك. يبقى انا مثبت الاندستري فوليوم ده البري لود لكن حاطط بوزيتيف نوتراك يبقى هيضخ اكتر ولا اقل؟ هيضخ اكتر. يبقى الحل بيحصل له ايه بقى؟ نقص الانس. السر كله في المعادله دي بسيطه خالص. طيب هنا انت ما لعبتش في الاورتيك بريشر يبقى ما اقدرش اقول بيفتح ويقفل على بريشر مختلفه فغيرت في الفوليوم. يبقى هنا قلت ان هو انت فتح قد سيم فوليوم وقفل قد سيم فوليوم. ما انا مش مغير حاجه لا في البريشر ولا في الفوليوم ففتح وقفل قد سيم فوليوم. بس في فرق واحد مهم جدا السلوب بتاع النقطه دي. الوحيد اللي بيغير السلوب هو البوست انتروبيك يزودها والنيجاتيف انتروبيك
ينقص. لا التغير في البري نود ولا في الافتر نود بغير هذا الاسلوب. يبقى ايه الحاجه اللي بيعملها الانوتروبيك ستيت في هذا الكيرف خاصه بيه ما يعملهاش غيره؟ انه بيغير الاسلوب بتاع الان سيستوليك بريشر فوليوم كيرف. وعليه مين الاندكس بتاع ان ده انوتروبيك ولا انوتروبيك؟ الاند سيستوليك بريشر فوليوم كيرف لو مور سلوب يبقى بوزيتيف انوتروبيك، ليس سلوب يبقى نيجاتيف انوتروبيك. بس انما التاني ما يعملوش كده. ايه انذر اندكس للكونتراكتيفيتي؟ في ماكس كان هو الوحيد اللي بيغيرها. نعيدها تاني بس بقى ايه مش هنتفرج على الكيرف خالص، علمك ازاي تالف المعلومات سهله خالص، معادله تافهه جدا وحطيتها لك في شكل التيبل فوق. ده الجزء الصعب خلاص، يعني مفيش حاجه صعبه خلص، اللي باقي كان فارق. ايه المعادله بتقول ان الاسترو احنا بنتكلم عن فاكتورز افكتنج ستروبول صح؟ ده بيساوي ايه المعادله التاريخيه؟ اند ستوريك فوليوم ماينس اند ستوريك فوليوم. واوعى تنسى البري لود هو الفوليوم، الافتر لود هو البريشر. الهارت بيبذل مجهود عشان يضخ سيرتن فوليوم في مواجهه سيرتن بريشر. من يمثل بري لود؟ خدناه قبل ما ننقبض، الفوليوم اند ستوريك فوليوم. مين اللي هنشعر بيه بعد ما ننقبض؟ البريشر اورتيك بريشر. مين مش فاهم يرفع ايده عشان عادة تاني. 98% من مجهود القلب عشان يضخ سيرتن فوليوم في مواجهه سيرتن بريشر. يبقى هيبذل مجهود اكتر لو طلبت منه يضخ فوليوم اكتر. انقبض ولا لسه ما انقبضش؟ يبقى ده بريلود، يبقى الفوليوم هو البريلود. او هيضخ نفس الفوليوم في مواجهه ضغط اعلى، هيحس بيه امتى؟ بعد ما ينقبض يفتح الاورتيك بار، فبقى البريشر هو الافتر لود. يبقى الفوليوم ده البريلود والبريشر هو الافتر لود. يبقى الهارت فيلير ندخل حته كلينيكال مش علينا، هم ما يعرفوهاش. الهارت ممكن يفيل كنتيجه لحاجه باثنين، يا فوليوم اوفرلود، حتى في كلينيكال مش هيسموها بريلود افتر لود، فوليوم اوفرلود اللي هو البريلود، او بريشر اوفرلود يعني البريشر زاد اللي هو افتر لود. ده علاج وده علاج، مع الاثنين عندهم هارت فيلير. اللي عنده فوليوم اوفرلود نصغر حجم الدم، نديله مدرات للبول، مدرات للبول. اللي عنده بريشر اوفرلود نديله فازودايليتور. الدكتور اللي يعالج اي حاله هارت فيلير بس يبقى مخه ضارب. الورك بتاع الهارت تو بامب سيرتن فوليوم اجينست سيرتن بريشر. سيرتن بريشر الفوليوم ده هو البري ولا الافتر لود؟ فوليوم بري لود، والبريشر هو افتر لود. حتى قلناها على وجه التحديد اورت بريشر بتتكلم ناحيه الليفت، طبعا مش عاوز اعوض ناحيه الرايت، هيبقى البالونه بريشر ولا افتر لود. يعني مش لازم تبقى الايه مع الايه، ده احنا ان غالبا بنتكلم على السيستميك، انما انت فاهم الاورتيك بريشر او البالونه بريشر. عشان كده قلت البريشر هو الافتر لود والفوليوم هو بري لود. طيب انت هتحل المعضله دي منين؟ من هذه المعادله التافهه بتاعت الكيرف اللي يبدو معقد. قلت لك احفظها لك في الاخر، تعال نجرب. حضرتك هنغير البري لود، يبقى هتغير مين؟ انت ستوريك فوليوم. يبقى الاند ستوريك فوليوم في هذا الكيرف زاد. طيب الالام زاد حسب قانون اسمه ايه؟ ستارلينج لو. الفورس وبالتالي ستوريك فوليوم هتزيد. في هذه الحاله الاند ستوريك هيبقى ايه؟ انت ستوريك هيبقى زاد. حضرتك هنا في البري لود لعبت في البريشر؟ ما لعبتش في في الاورتيك بريشر، يبقى الاورتيك فالف يفتح ويقفل امتى؟ هذا السيم بريشر. طب حضرتك زودت الاند ستوري فوليوم، يبقى اللي زاد الويت ولا الهايت بتاع الكيرف؟ الويت. الويت ادي المعادله اللي مكتوبه من غير كيرفات، من غير كيرفات خالص. نيجي اللي بعدها هنلعب في الافتر لود، يبقى هنثبت مين؟ هنثبت الفري لود اللي هو مين؟ اند ستوري فوليوم. ده سهل، احنا عارفين ده منايل 60 نيله، ما بزود الافتر لود بيضخ ايه؟ قليل، يبقى الستوري فوليوم هيقل. دي تيجي ازاي بقى؟ قول لي ايه اللي لازم يحصل هنا عشان ده يقل؟ ازود الهيستوري. طب انت مزود الاورتيك بريشر، يبقى الاورتيك فالف يفتح ات ذا سيم بريشر ولا ات هاير بريشر؟ ات هاير ويقفل ات هاير بريشر. سهل خالص. طيب
يعني يعني الجيومتري كونتراكشن فتحنا اطار بريشر، يبقى اللي زاد الهايت ولا اللي زاد الويت؟ هايت. يبقى هنا زاد الويت، هنا زاد ال هايت. نيجي لاخر واحده بقى اللي هي انوتروبيك، هناخد بوست انوتروبيك. يبقى حضرتك هتثبت الانت وهتثبت الاورتيك بريشر، هو مش في المعادله، يثبت الاثنين بري لود والافتر لود. لما حطيت بوست انوتروبيك هيضخ اكتر ولا اقل؟ اكتر، هيضخ اكتر صح. يبقى الحل عشان يضخ اكتر دي ثابته وهيضخ اكتر، يبقى دي حصل فيها ايه؟ هتقل. هتقل صح، يعني هتبتدي بنفس الاندستوليك لكن هتنتهي بانستوليك اقل. يبقى انت زودت الويت ولا الهايت؟ الويت. الويت بس بدل ما كنت بتزوده من الناحيه دي زودته من الناحيه دي، يبقى زاد الويت. انما ما غيرتش الاورتيك بريشر، يبقى هايت ايه اللي حصل؟ ايه الفرق الوحيد بين الثلاثه؟ السلوب بتاع مين بقى؟ السلوب بتاع مين؟ ده اللي اتغير، اوعى تنساها دي. السلوب اوف اند ديستوليك بريشر فوليوم ريليشن، اند سيستوليك، اسف سيستوليك. بص انا مش قصدي اغلطكم بالامانه، متعب صاحي بدري وعمال شغال وخلاص مش شاب زي يمكن كنت زمان مركز اكتر، انما اولويز ديبند معايا احسن طلبه، اغلط براحتي وبغلط حتى وانا صغير عادي خالص، بس الناس فاهمه اللي قصادي. لو هم معتمدين هنسمع حاجه مع بعض اقولها غلط كله ورايا غلط، انما هنا لا تتكلم غلط مش ماشي مع الفهم اللي بتقوله. ثانك يو. ثانك يو لكم تصلحوا اليوم بس الاول الناس، يعني ده بيوبل هاز اوت هاندرد بس تملي يقولها، اللي يقعد يقول لك زملائنا فاضل احنا جيلنا غير جيلكم خالص، احنا احسن منكم، ده كده اي كلام، انتوا احسن. بروجريسيف مان كايند، تطور الجنس البشري قائم على انه كل جنس احسن من اللي قبليه، كل جنريشن كل جيل ديفنت انتوا احسن مني بكتير، بدي ان انتوا بتصلحوني. ثانك يو. نرجع تاني بقى حتى شكلها معقد، فين السر؟ تملي كل حاجه بتديك كلمه السر. ان ديستوليك ماينس ان سيستوليك. تاني سر 98% مجهود القلب اللي هم مش كاتبينه عشان يضخ فوليوم معين، وراجل بريشر على لو قلت الفوليوم يبقى ده مين؟ بري لود. ده بري لود بريشر يا افتر لود. بس ده اهم حاجه، عشان كده حتى قلت لكم الكلينيكيه اللي كنتوا ان في نوعين من الفيلير في الدنيا، يا اما هارت بذل مجهود ففيل بسبب ان زاد الفوليوم فوليوم اوفر لود، وده تديله دايريتكس. واحد بريشر اوفر لود وده تديله بازو ديليتور. علمنا طفل صح، مش هنستخدم دول في الكلينيكال بري لود وافتر لود، هنقول فوليوم اوفر لود وبريشر اوفر لود. بس انا مديك البرنسبل بتاعتي، انا مش مذاكر انتوا اللي هتقولوا بقى، انتوا اللي هتقولوا، مش هقول حاجه. عاوزين نلعب في البري لود، يبقى نزود مين؟ نزود الاندستوليك. وعلي زودت الاندستوليك يبقى مين انهي قانون اللي هيشتغل؟ فهيزيد الفورس كونتراكشن، يبقى هيبقى الاستوبولوم يحصل له ايه؟ هيزيد. طب ده زاد ولا زاد؟ تبقى دي ايه؟ بالظبط. حضرتك هنا فري لود لطالب فاهم، يبقى لعبت في البريشر؟ بريشر ثابت، اورتيك بريشر. يبقى اذا الاورتيك فالف بيفتح ويقفل، اسمع منكم بقى. ات ذا سيم بريشر. سهل. نيجي لافتر لود. حضرتك زودت مين؟ انا نسيت، انا اسف مش هشرب. اورتيك بريشر. اورتيك بريشر، لكن ما غيرتش البري لود. الاندستوليك ثابت. لما زودت البريشر قصاده اللي هو مايل بنيله، ضخ ايه بقى؟ صح؟ يبقى عليه دي الف بي ثابته، يبقى لازم هنا يحصل ايه؟ صح؟ نيجي لل بوزيتيف انوتروبيك. يبقى انت مثبت ال انداستوليك ومثبت ال اورتيك بريشر، بس حاطط حاجه بتزود الانقباض، انقبض بقوه، فالستروك اللي حصل له ايه؟ يزيد. زاد، يبقى دي لازم تقل. تقل. يبقى دي بادئين ثابته، هنا ثابته ودي قلت. يبقى هنا مين اللي زاد؟ الويتس. الويتس، وهنا لما زودت الانداستوليك الانداستوليك زودت هو برضه زاد ال ويتس، لكن هنا نزود الاورتيك بريشر يبقى زودت ال هايت. سهل وصعب. فاضل حته واحده، الكيرف اللي هو في الاخر ده اسمه
اللي بيحصل ان سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن. ده الاسلوب بتاعه بيتاثر بحاجه واحده بس، بوست انتروبيك وريجاتيف انتروبيك. يبقى ما اقدرش اخد الويت، لان الويت هنا في الحالتين زاد. ده مين اللي يقول ان ده تغير الاسلوب؟ تغير الاسلوب. يبقى كيف تقاس الكونتاكتيفيتي في الفيسيولوجي بتاعت الهارت؟ طريقتين، الاوائل في ماكس، في ماكس ثم في ماكس ثم في ماكس ثم للاوائل. بقى للاوائل ده سلوب اوف ان سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن. دول الطلبه اللي مع العبد الله تانيين اساسا، اللي عارفين الاولانيه عشان يعرفوا الثانيه. طب كلينيكالي مين البيست اندكس؟ ايجكشن فراكشن. ايجكشن فراكشن البرفورمانس لازم يبقى كام؟ انا ناسي يا اخي. 55. ما ينفعش 50 عشان خاطر 55. طب 70؟ لا لا 55. 55 تحت 50 وحشه. تحت ايه النيله؟ تحت 30. ايش اقولها تاني؟ بس انتوا اللي هتقولوها برضه مش هقول. راس حته صغيره، حته صغيره قوي اللي فضل اسكت. طب اقولها وفي الاخر عيدها عشان اللي عاوز يمشي. حلوه؟ طب كويس بس سهله؟ تراست لعبد الله. قلت لكم ما تتلخبطش في المعلومات، يعني في الاخر في طريقه، بس ما نقدرش في اول دقيقه نفهم ونحفظ كله في ال واحد. ما ينفعش. 98% موجود القلب، حاجات خاصه بينا عشان نضخ ايه في وجه ايه؟ الفوليوم ريبريزنتس فري لود، والبريشر ريبريزنتس. امال ايه النيوتروبيك؟ حاجه نوت ريليتد تو فري لود ولا هاف نود قصف كونتاكتيفيتي. غالبا دي ايه؟ دراكس. والنيوتروبيك ده كان في تو انديسز خدناهم، نمرة واحد في ماكس ثم في ماكس ثم في ماكس ثم ان سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن. ايه العظمه دي؟ احسن طلب. ثانك يو ثانك يو. احسن طلب. تعالى بقى ايه؟ فرض حته سهله نقول عشان عاوز يمشي انا هراجع. بصوا بقى يا شباب، اقلب الصفحه هات لي كاردياك فانكشن كير. كاردياك فانكشن كير، بصوا معايا. فاكر في الكيرف اللي قبل كده ستروك فوليوم، وكنت هنا حاطط الفيديو اللي هو الان انت ده ستروك فوليوم. فاكر كده؟ ايه رايك الستروك فوليوم في الهارت ريت يساوي ايه؟ طب يبقى احط الفرع. ما هو دي زائد دي زائد 100 جنيه، ده المسافه دي. يبقى ممكن استعيد على الستروك فوليوم بيل والاند ده ستوليك فوليوم. مين اللي بيحدده اساسا؟ البيل اللي هو الرايت انتربريشن. يبقى الكاردياك فانكشن كيرفز هي علاقه ما بين الكاردياك اوتبوت، عشان كده اسمه كاردياك، والرايت انتربريشن. طيب كل ما زود الرايت ابرال بريشر يبقى الفنتكل هيتملي اكتر، يبقى كده انا زودت مين؟ فري لود، فيزيد الفورس كونتراكشن، فيزيد الستروك فوليوم فكارديك اوتبوت، ودي الليمتس كيرف الاسود صح؟ على هذا الكيرف هدرس الافتر لود والكينوتروبيك. لو انا زودت الافتر لود يبقى الهارت هيضخ اكتر ولا اقل؟ اقل. اقل. يبقى هنا زياده الافتر لود صح. لو حطيت نيجاتيف انوتروبي الكيرف هيروح فين؟ لفوق ولا لتحت؟ لتحت. تحت. يبقى زادت الافتر لود والنيجاتيف انوتروبي. طب بالعكس لو نقصت الاورتيك بريشر يبقى الهارت هيضخ اكتر، يبقى الكيرف هيبقى شيفتد افوردز اند تو ذا ليفت. ليفت ده ننقص الافتر لود. او نعمل ايه بقى؟ نزود نحط بوزيتيف انوتروبي. طب بس يعني ايه رايك لما تيجي نحط الهارت ريت كمان؟ هو الهارت ريت عشان يزيد الكاردياك اوتبوت لازم يحصل له ايه في المعادله دي؟ يزيد. كاردياك اوت بيساوي ستروك فوليوم في هارت ريت. عشان ازود الكاردياك اوت بتعمل ايه في الهارت ريت؟ ممكن نحط دي عامل ثالث او شيفت كبير جت الهارت ريت. خلاص يعني حطوا كل العوامل في كيرف واحد. الاربع عوامل اللي بنتكلم عليهم كلهم في كيرف ده البري لود وده الافتر لود وده الانتروبيك ومعاهم الفريكونسي.
طب عشان نقص كاردك اوت الهارت ريت يحصل له ايه؟ يبقى هنا نقص ده سؤال نظري واحد give an account to the cardiac function curves كلام فاهم الاربع عوامل الكيرف الاساسي هو بيلود بس هنا يمثلوا مين بقى رايت اتريال بريشر هما بقى ما عرفوش كام ده فهمتكم ان ممكن نستعيد عن الاندياستوليك بالرايت اتريال بريشر ان كل ما زاد الرايت اتريال بريشر البنتيكو فيلينج هيزيد مش قلنا مع السي في بي في الباسكولار كويس احنا خدنا على حصه باسكولار او حصتين كل ما يزيد الرايت اتريال بريشر هو السي في بي بيزيد البنتيكولار فيلينج يعني يزيد الاند الاندياستوليك يبقى كان ده اللي طالب فاهم ده البريلود اللي هو الكيرف الاسود ودرسنا عليه التلاته التانيين افتر لو انوتروبيك ايه اللي يزود الكارديك اوت تزود الهارت ريت بوزيتيف انوتروبيك او تعمل ايه في البريشر تقلل النيجاتيف افتر لو طب ايه اللي ينقص الكارديك اوت تقلل الهارت ريت نيجاتيف انوتروبيك او زود الافتر زود افتر لو طب وفين البريلود في القصه اهو اهو البريلود هو نفسه الكيرف ده البريلود ولعبنا بالداتا التانية على الكيرف هما بقى يشرحوه على انه موضوع ثالث يعني بيرفورمانس موضوع وده موضوع ثاني ودخلنا في موضوع ثالث مسخره ماي كارد اوكشن كونسامشن كلام انشا بس اسكت شويه بس نخلص وبعدين نبقى كل 100 جرام في عضله القلب كل دقيقه ليه بيقول 100 جرام عشان في ناس قلبها صغير وفي ناس صاحبه القلب الكبير عشان تبقى المقارنه تتمغزى بنحسب ما يخص ال 100 جرام يبقى المقارنه حلوه هو الهارت نورمالي كام جرام مين فاكر وزن القلب 300 جرام في المتوسط لكن في ناس اقل شويه في ناس اكتر احنا عشان تبقى المقارنه كويسه هناخد كل 100 جرام بير مينيت بيستهلكوا 8 سنتي اوكسجين 8 ملي لترز ده اهي مكتوبه قصاده ده الميوكاردال اوكسجين كونسامشن طيب احنا مين اللي عاوز الطاقه الكونتراكشن ولا ريلاكسيشن ولا بوث بوث متاكدين كونتراكشن بس بوركس مش عاوز طاقه اكتف عشان ديتاتشمنت تصور تصور عاوز طاقه فستة سنتي في الكونتراكشن وريلاكسيشن واثنين سنتي حاجات بيزل كده يعني هو الهارت مش فيه ريستنج ممبر بوتنشال يعني حتى لو وقفت الهارت مفيش كونتراكشن وريلاكسيشن هيستهلك 2 سنتي في ايه؟ ريستنج ممبر بوتنشال صوديوم بوتاسيوم بوم صوديوم بوتاسيوم بوم عاوز طاقه يبقى فيها ستة بس للانقباض والريلاكسيشن والايه؟ واثنين حتى لو واقف الهارت. طيب بص بقى في احنا دلوقتي هناخد ثلاث عينين هنقولها بطريقه لطيفه على الارض. في عندي ثلاث عينين عيان عنده زياده في الارتيريا بلاد بريشر يبقى ده زاد عنده انتو فاهمين ده زاد عنده مين؟ افتر لود ولا فري لود ده؟ افتر ما عنده شويه ضغط وعال تاني عنده زيادة في الهارت ريت عنده تاكي كارديا عنده تاكي كارديا ايزمي وعال تاني عنده ارتجاع في صمامات القلب ريجيرجيتيشن يبقى ده زاد عنده ال بريلود اللي بيضخ دم شويه بيرجعوا له زي اللي جاي دي يبقى زاد عنده البريلود اللي هو الفوليوم خلاص بريلود اللي هو الفوليوم فالثلاث عينين دول زودوا الكارديو ورك واحد زود الورك عشان الضغط قصاده عالي فبيزود واحد زود الورك عشان زود الهارت ريت والتاني زاد عشان عنده البريلود زياده بسبب الارتجاع فهم الاثنين زودوا الورك يبقى الاوكسجين كونسامشن عندهم هيحصلوا ايه؟ هيزيد الاوكسجين كونسامشن هنا بقى هو البيست اندكس للميكانيكال افشنسي للكارديو ورك فالسربرايزنج المعلومه بقى الاخذه الانتباه انه الاثنين دول حالتهم من هنا ب 60 ميل دول الاوكسجين كونسامشن حسب ما حاسبها الزميل لو زاد هنا 50% الاوكسجين كونسامشن
في هذه الحالة بيزيد 14% بس ونحسبها جاب منين؟ لأن ده 50% ده يزيد 14%. ده اللي هنقراه مع بعض دلوقتي حالا. يبقى أحسن حالة اللي هو لو العيان عنده إيه؟ الجيرشتيشن، إنه محتاج زيادة في الأوكشن أقل. لو دول احتاجوا زيادة 50% في الأوكشن ده محتاج 14%. فده أقل عرضة إن يجيله قصور في الدورة التاجية وذبحة صدرية. نشوف بقى جابوا ازاي المعادلة دي، ليه ده زاد 14 وده زاد 50. غاوين هم شاب معادلات أنا مش عاوز تحفظوها، أنا هقولها اللي يفهمها يفهمها، اللي ما يفهمهاش بلاش خير. بص معايا، فاكر لابلاس لو؟ كنا بنقول التنشن اللي ممكن يفرقع أي حاجة، لو سألنا الراجل اللي بره يقول لك البريشر، ويل احنا زودنا الريتس اللي هي المساحه المعرضه لهذا البريشر، ده اسمه لابلاس لو. التنشن الاجهاد على اي حاجه هو حاصل ضرب البريشر في الريتس. كل ما الاجهاد زاد يبقى احتمال الحاجه تفرقع تبقى ايه؟ اكتر. ده يسموه وول ستريس، الستريس على الوول. يبقى الوول ستريس بروبورشنال للتنشن اللي هي البريشر في صح. انما كل ما الثيكنس زاد بتاع الجدار احتمال يفرقع يبقى اكتر ولا اقل؟ اقل. يبقى نحط تحت الثيكنس. كلام كلية هندسة، كلام بسيط بتاع اطفال، ده سمول ستريس. فهمت جبناه منين تاني؟ هو ايه اللي هيفرقع الفيسل او الهارت؟ تنشن. تنشن. تنشن كان بيساوي ايه في ايه؟ بريشر في الجدار. يبقى كل ما زاد تنشن الستريس يزيد هيفرقع. يبقى الستريس دايركتلي بروبورشن هنحطه فوق البريشر ريديس، لكن كل ما الوول بقى ثيك بتاع الجدار او بتاع الهارت يبقى احتمال الفرقعه يبقى ايه؟ اقل. اقل. يبقى نحط الوول ستريس انفرسلي بروبورشن تو ثيكنس. تبقى فاهم المعادله دي. الصفحه الاخيره، اخلوا الصفحه من فضلك. الصفحه الاخيره اوكشن كونسامشن. قال لك بص معايا بقى، لو زودت البريشر اللي هو الافتر لود، هو مين يمثل الافتر لود في المعادله دي؟ بريشر. لو زودته 50% الوول ستريس هيزيد 50%، يبقى استهلاك الهارت الاكسجين هيزيد 50%. يبقى هنا 50-50. انما لو زودت الفوليوم الريديس هيحصل له ايه؟ هيزيد. لو زودت الراديوس هنا الزياده هتبقى 14% بس. ليه بقى؟ تعال نشوف ما هو علاقه الفوليوم. دي بقى كانت دخلكم في متاهه ملهاش لازمه. ما هي علاقه الفوليوم بالراديوس؟ اهي المعادله بتاعتها. لو اعتبرنا الهارت اذا سفير، خامس سطر في اخر صفحه، صفحه 30، هيبقى يساوي 4/3 باي اللي هو الريديوس اس 3. يبقى الفوليوم يساوي 4/3 ثابت، باي دي ثابت، الريديوس اس 3 ليه اس 3 دي اللي لو مساحه بيبقى 2. فاكر مساحه الدايره كانت بتساوي باي في الريديوس اس 2؟ طب انت دلوقتي بتتكلم على سفير حجم، يبقى الريديوس اس 3. يعني متاهات حسابيه. يبقى طب انا عاوز اعكسها، يبقى الريديوس ايه علاقته بالفوليوم اللي هو البريلود؟ ما انا عاوز بقى هنا، هنا في ريديوس مفيش فوليوم مفيش بريلود، فانا عاوز اجيب علاقته بالفوليوم. يبقى اقول الريديوس بيتناسب مع هنا اس 3، يبقى احط بقى بالعكس الجذر الثالث للفوليوم. طب لو الفوليوم زاد 50%، خد بقى ما تاخدش 50%، انت هنا العلاقه مش مع الفوليوم، العلاقه مع جذر ومش الجذر التربيعي الثالث بتاعه، تطلع 14%. يبقى هنا لو زاد الراديوس نفس النسبه هيزيد الاوكشن كونسامشن 14%، لان المعادله بتقول لو زاد الراديوس ايه العلاقه مع الفوليوم؟ المفروض الفوليوم بيتناسب مع ريديوس اس 3، المعادله ما فيهاش ريديوس اس 3، ريديوس باور 3، انما هنا ريديوس بس. هنا باور، يبقى تيجي الناحيه الثانيه جذر.
بس الثالث. وعاوزك حتى كده جرب على الكالكوليتر اضرب 1.14 في 100 ثلاث مرات في بعض شوف هتطلع رقم كام. افتح الكالكوليتر بتاع التليفون 1.14 في 100 في 1.14 في 100. حد عملها؟ انا عارف الرقم 1.84 something. لا 48 something. ما هي 48 something اللي هي حوالي 1.5. يبقى ده يزيد 50%. انما ده يزيد كام؟ 14%. ثاني اللي عليك في الام اس كيو كلمتين يا شباب. لو زودت الافتر لود الزياده دايركتلي بروبورشن، لو زودت هنا البريشر 50 الاستريس هيزيد 50. لكن لو زودت الفوليوم يعني الريديوس هيزيد هنا بس 14%. ليه؟ لان هنا مفيش فوليوم في المعادله، في مين؟ ريديوس. فعاوزين يبقى في فوليوم، فقلنا ايه علاقه الفوليوم؟ الفوليوم بروبورشنال تو ريديوس اس 3 صح؟ لان لو كان مسطح دايره كان بيبقى بار 2، انما هنا ده ممكن ده سفير يبقى بار 3. اللي موجود هنا ريديوس مش اس 3، اس 3 دي عاوز اجيبها ناحيه ناحيه الفوليوم. هنا بتبقى مفروض مضروبه، تبقى هنا مقسومه، هنا بتبقى باور، تبقى هنا ناخد السكوير اس 3. فلو حسبتها رياضيا وحتى قلت لهم احسبوها دلوقتي ان اضرب 1.14 ثلاث مرات في بعض، ما هو لو خدتها بالعكس الجاز هتطلع 1.5 اللي هي 50% في حاله البريشر. انت كل اللي عليك ان لو زاد البريشر 50 يزيد 50، المعدل بتقول هنا ده بروبورشن مع ده، يبقى هنا 50 هنا 50. انما هنا لو زاد 50 ما زادش 50. ليه؟ لان اللي زاد مش الريديوس، اللي زاد مين؟ الفوليوم. طب ما علاقه الفوليوم بالريديوس؟ قلنا الفوليوم كان بروبورشن للريديوس 3، انا عندي هنا ريديوس يبقى 3 دي ما تجيش باور، تيجي الناحيه الثانيه ناخد الجاز بتاع 50%. الجاز بتاع 50% 14%. خلاص عشان تبقى يبقى اذا زياده ده يزود 14%، انما زياده ده يزود 50%. كاردك ريزيرف اخر حاجه. نضرب نقطه بعد علاقه الموضوع. لا انا دي عشان اسهل، الناس مش عاوزه تاخد جاز. ما هو انت لو ضربت مثلا 2 اس 3 تبقى بكام؟ 8. يبقى 8 دي لو قسمتها على 2 كم مره عشان توصل نفس الرقم؟ هتبقى 3. فانا بعملها بالعكس عشان الناس اللي مش عارفه تطلع الجاز. نزلنا الحسبه يعني بطريقة سهلة 14. يعني انت بدل ما تاخد جذر 50 مرتين طب بيطلع كام؟ 1.14%. طب انا بقول لك اضربها بقى ثلاث مرات في بعض هتلاقيها طلعت 1.5. وهنا نص ده الفكرة، حاجات خاصة بعد ده انسى الكلام. كاردياك ريزيرف نظري غلط عمره ما هو جاي. ده كلام فارغ. It is the maximum percent in increase in cardiac output in response to body needs. يعني تقدر تزود الكارديك اوت بتاعك قد ايه لو زاد البادي نيدز؟ يعني انت كشخص تطلع 5 لتر في الدقيقه كارديك اوت. قلبك يقدر يضخ كام اكتر؟ لو انت اتلتكس تقدر تضخ 35، يبقى عندك ريزيرف كام؟ 700%. لو انت شاب زي حالتك كده تقدر تزوده من 5 تخليها مثلا 20، يبقى عندك 300 من 15 ل 20 يبقى 300 400%. فوق سن 60 تقدر تزود مرتين بس في 5 لتر تخليهم 10 لتر. الناس اللي عندهم هارت فيلير ريزيرف زيرو، هو مستخدم الريزيرف اوريدي ما عندوش اي ريزيرف، يبقى مين اكتر واحد عنده ريزيرف؟ اتلتيك. 7 مرات تزودها من 5 يخليها 35. لو حضرتك نون اتلتيك بس شاب تزود 4 مرات. اولد ايج تزود مرتين. هارت فيلر تزود. سهله دي. الريزيرف ده بتجيبه منين؟ بتجيبه من حاجتين. نرجع نفس المعادله. الكاردياك اوتبوت تساوي هارت ريت ستروك فوليوم. ستروك فوليوم. يبقى عندك يا اما تزود هارت ريت يا تزود ستروك فوليوم. انا علمتكم حاجه مهمه قوي. معظم الناس بتزود مين؟ هارت ريت. ناس كتير جدا ما بتزودش خالص ستروك فوليوم، ما عندهاش ريزيرف في الستروك فوليوم خالص. هاوفر نبتدي بالهارت ريت، حضرتك الهارت ريت بتاعك كام؟ 70. اقصى هارت ريت خد المعادله دي. لو عايز تعرف اقصى هارت ريت 220 ناقص عمرك ان ييرز.
يبقى دلوقتي عمرك حوالي 20 سنه حوالي، يبقى اقصى هارت ريت عندك كام؟ 200. عشان كده قلت لكم الادلت اقصى حاجه يوصلها 200، مفيش حد يطلع فوق ال 200 غير التشايلد، واحد عنده 5 سنين. تبقى 220 ناقص 5 تبقى 215، عنده 10 سنين. 220 ناقص 10 يبقى 210، انما الادلت بيرسون الماكسيمم يزودها 200. This is the maximum heart rate. يبقى دي مدياك ريزيرف اوريدي كم مره؟ من 70 ل 200 حوالي 3 مرات. خلاص؟ انت عندك 4 يبقى بالكتير هتجيب الواحده دي منين؟ من الستروك بولي. ممكن ما تجيبهاش، عشان كده لو قريت مكتوب من 300 ل 400 مش 400، يعني في ناس ما بتقدرش تزود ستروك بولي خالص، يبقى هو ده اللي عنده ريزيرف 300% بس، كلهم خدهم من ايه؟ هارت ريت. بالهارت ريت. ما اقدرش ياخد اكتر من كده. لما تاخد واحد مثلا عنده 70 سنه يبقى 220 ناقص 70 يبقى كام؟ 150. بدل 70 150 يبقى عنده ريزيرف كام؟ 2 زي ما قلنا الناس العاقين 2 بس، لان ستيل ما عندوش ستروك بولي. انما الاثليتيك بقى بيبقى عندهم عضله القلب زي عضلات كلها قويه من ضمن العضلات القويه اللي مش شايفها عضله، دول اللي بيزودوا هارت ريت ويزودوا، فعشان كده بيوصلوا 7 تايمز. لكن لو انت عندك كاردك في هارت فيلير اوريدي الهارت ريت زايد ما عندكش ريزيرف بتاعك زيرو. طيب تعال نشوف هارت ريت ريزيرف الماكسيمم كام؟ 220 ناقص ال 80 اللي هو في حالاتكم انتوا 200 بيتس. سو الهارت ريزيرف بتاعك من 200 ل 75 تقريبا 3 مرات. ايه اللي بيزود الهارت ريت؟ السمباثاتيك والكاتيكولامينز. طب تعالى ستروك فوليوم ريزيرف ده يزيد بطريقه ايه؟ الستروك فوليوم ريزيرف نحسبها. ستروك فوليوم يساوي ايه في المعادله التاريخيه اللي قالها لي من نسيها؟ ستروك فوليوم ناقص ستروك فوليوم. يبقى في كام طريقه؟ طريقتين، يا تزود ان ديستوليك يا تنقص ان سيستوليك. ده الريزيرف اللي عندك. طيب تزود الان ديستوليك ده الاهم، يبقى ده ستارنج لو. لك لو زودت الان ديستوليك بحسب ستارنج لو بيزيد الفورس اوف كونتراكشن وبالتالي يزيد الستروك فوليوم. تنقص الانسيستوليك يبقى لازم تحسن القواعد القلب، يبقى بدراج حاجه انتروبيك او سيمباثيك، المهم حاجه مش بريود او بريود، فينقص الانسيستوليك. يبقى دي تزودها بالدي لو زادت ده بدا ايه ده؟ بريود. واللي لسه شايفينها من شويه الافتر لود كنا ثبتنا دي، امال كان بيزودها ازاي الانتروبيك؟ الانتروبيك كان بيزودها ازاي ولو البريود ثابت كان بينقص الانسيستوليك فوليوم. تاني كارديك ريزيرف the maximum increase in cardiac output to meet the body needs. تقدر تزود الكارديك output قد ايه؟ عندنا بقى اللي هو تحفظ الارقام الاثليتكس، خليها مش في المية، خليها بالمرات. يزود كم مره؟ 7 تايمز. 7 تايمز رقم اللي هو الكرام الخلق حضراتكم 3 to 4 تايمز. الناس عند سن 70 2 تايمز اللي عندهم هارت فيلير زيرو. حافظت؟ طيب نيجي للميكانيزم اوف كارديك ريزيرف المعادله التاريخيه. الكارديك اوت بتساوي ايه في ايه؟ هارت ريت. يبقى يزود عن طريق الهارت ريت، يزود عن طريق ستروك. انت ممكن تشرحها تقلب الشرح. طب الهارت ريت قلنا في معادله لطيفه قوي، اقصى هارت ريت 220 ناقص عمرك ايه؟ 100 ييرز. يبقى حضرتك تقدر توصل حي 200، يعني كم مره؟ ثلاث مرات. ايه اللي بيزود الهارت ريت؟ السمباثاتيك والكاتيكولامينز، او تزود الستروك فوليوم. بيساوي ايه؟ انداستوليك ناقص سيستوليك. لو زودت الانداستوليك دي اسمها ايه؟ دي اسمها بريدو. بتلعب في انهي قانون دي؟ قانون لو هو انترنسك ميكانيزم الهارت، بيسموها هيترومتريك لان مقاييس الهارت اختلفت. هيترومتريك يعني المقياس اختلف، اوتو ريجيليشن من غير اعصاب من غير اي حاجه. الهارت لو مليته اكتر ستارلينج لو، ستارلينج لو ده مقدره ذاتيه بس لازم يغير حجمه، يغير الاندستوليك، يقدر يزود الفورس اوف كونتراكشن. بريلود يبقى احفظ البريلود ستارلينج لو صح. انترنسك ميكانيزم خلقه القلب مش محتاج الستارلينج لو، لا عاوز لا اعصاب ولا هرمونز بس لازم يغير حجمه، فيسموها هيترومتريك اوتو ريجوليشن. او الثانيه تنقص الانستوليك. طب ازاي تبتدي بنفس الحجم وتنقص الانستوليك الا لو انقباض القلب بقى قوي بدون بريلود؟ يبقى ده انتروبيك بالسمباثاتيك ويل دراجز.
تمام. تاني عاوز اشرح ليه تاني كارده كذلك دي سهلة وكلها تستنتجها. هم فاكر معادلات اللي كنت مبرزانة كنهم تاني على بعض. كارده كذلك تساوي ايه اسمعهم بس هارت ريت ستروب فوليوم. ستروب فوليوم يساوي ايه انت ستروب ناسيني ستروب بتلعب في دول تجيب كل الشرح اللي انت عاوزه. انت بتقول في كاردك ريزيرف هتجيبه منين؟ تجيبه يا من هارت ريت ستروب فوليوم يا تزود هارت ريت يا تزود ستروب فوليوم. طب ستروب فوليوم دي بتساوي ايه انت ستوريك ماسن ستوريك يبقى تزود دي هتنقص دي. انت عمال تالف وتكتب سطور وهو كله معادلتين يعني شحطت كل المعادلات من معادلتين. اللي هيفرق على الهارت ده البلس لو تنشن. لو سالنا الراجل اللي بره يا بابا التنشن يساوي ايه بريشر البريشر ده هيفرق. لكن احنا عارفين حاجه ثانيه يعني ايه الريديوس لو زاد الاريا المعرضه لهذا البريشر ويمثلها هنا الريديوس. طيب لو 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 التنشن زاد يبقى الاستريس على الهارت زاد سموها وول ستريس. يبقى الوول ستريس بروبورشنال تو تنشن. شيل التنشن دي احط بدلها ايه تو بريشر فيل فيديس. انما الوول ستريس لو زاد الثيكنس اللي هو مش هنستخدمه في المعادله لو زاد الثيكنس يفرق لا يبقى انفرس بروبورشن تحت للثيكنس. خدت المعادله دي خد بالك فيها بري لود وفيها افتر لود. البريشر ده يمثل مين افتر لود والرادياس ده هو اللي بنحسب منه الفوليوم. يبقى هنا هو ده اللي يمثل البري لود. هنا لو زودت البريشر 50% هيزيد الوول ستريس 50% لان هنا العلاقه دايركتلي مع البريشر. انما هنا اللي في المعادله ما هوش فوليوم انما مين اللي موجود ريديس. يبقى عاوز علاقه الفوليوم بالريديس 100% الفوليوم دايركتلي بروبورشن للثوابت مضروبه في الريديس ار في. اللي مكتوب هنا ريديس اخلص لي من دي. طب دي هنا باور يبقى الناحيه الثانيه تبقى يبقى جذر يبقى ده لو زودته 50% خد جذر ال 50% تطلع 14%. قلت جربها فهمت ليه طلعت رقم صغير؟ لان هنا مش بريشر في فوليوم بريشر في ايه؟ في ريتس. فسالنا روحنا طب انا عاوز العلاقه مع الفوليوم عشان تبقى بري لود. ايه علاقه الفوليوم بالريدياس؟ ايه لو كانت مسطح كانت بقت ريدياس اس 2 باور 2. طب هنا ده كيوب مكعب يبقى الراديوس اس 3 بار 3. طب هنا ده انا عاوزها راديوس هنا راديوس ما فيهاش اي حاجه الرقم ده مش عاوزه هنا. يبقى نقول الناحيه الثانيه اللي كان هنا بار هيبقى الناحيه الثانيه هناخده جذر مش كده؟ طيب فعشان كده لو خدت جذر ال 50% بجربها تطلع 14%. عشان كده هنا ال 50 50 اخطر حاجه انك تزود افتر لوز. الوول ستريس هنا 50 زائد هنا 50 انما لما يزيد الفوليوم 50% انت بتاخد جذر الثالث بتاع ال 50 الستريس بيزيد فقط كام؟ 14%. وضحت ولا صعبه؟ تاني التنشن ده بلس لو بيساوي اف ايه؟ بريشر صح. طب الوول ستريس بالعقل ستريس التنشن ده ممكن يفرق هو ده الستريس. يبقى الستريس بروبورشن تو بريشر في ريديس. هما زودوا حاجه مش هنستخدمها كل ما الثيكنس زاد الستريس يزيد ولا ايه؟ حطينا ده دي مش عاوزها. انا موضوعي افتر لود وبري لود. يبقى في عندي بريشر ريديس دي واضحه ايه دي زي الشمس بريشر ده افتر لود. فالمفروض الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ فوليوم اللي موجود عندي في المعادله مش فوليوم موجود ريديس. لو زودت البريشر 50% الستريس وبالتالي الاوكشن كونسامشن يزيد 50%. لو زودت الريديس 50 هيزيد 50 بس انا مش عاوز ريديس انا عاوز فوليوم. فعاوز اعرف ما هي العلاقه بين الفوليوم والريديس. الفوليوم يساوي الريديس اس 3 وشويه ثوابت بدل يساوي شيل كل الثوابت دي وخليها بروبورشن. انا اللي عندي هنا ريديس مفيش باور 3 اما تنقلها من هنا لهنا بدل ما تبقى باور تبقى جذر. جذر ال 50% 14%. لا انا عمري ما كتبت الكلام ده للطلبه. انا مش عارف هو اعجب بواحد حسبها الزميل فاضل قال لك زود على اللي كان كاتبه لعبد الله. انا كنت كاتبها جمله بسيطه جدا بدون نيد انك تدخل في هذه المهاتره
بس فهمت ادام مكتوبه فهمتك المعطره كانت فين. فاضل لا انا بس عاوز هعيدها حته صغيره خلصت بس عاوز اتاكد من الكيرف بتاع الفوليوم لا يعني في 3 دقايق وكلنا هنمشي حتى قبل الساعه 3 يعني كله احمد جلال 3 انا هخلص عند 3 خلاص انت ال 5 معلش معلش من فضلكم دلوقتي احنا جالي سؤال باختصار شديد قال لي الكاردك اوتبوت ايه العوامل اللي بتاثر فيها علمتك ازاي تالف الموضوع 5 مينتس هم احلى 5 دقايق في الحصه كاردك اوتبوت بتساوي ايه في ايه هارت ريت ستروك فوليوم ستروك فوليوم بارتي يبقى انا مش مذاكر وجالي فاكتور واحد من اهم الاسئله افكتنج كاردك اوت هقول له ستروك فوليوم بارت ليه ستروك فوليوم ده البيرفورمانس البيرفورمانس كان بيعتمد على 4 حاجات فريكوانسي موجوده هنا بنساها والفريكوانسي الهارت ريت مين الثلاثه التانيين اللي خدناهم بري لود الزيد يزيد افتر لود الزفت يزيد يقل وبعدين الايلو تروفيك حسب بوزيتيف حلو نيجاتيف وحش تمام الهارت ريت ملخصها الرقمين 60 ل 150 كم احتمال عندك في الهارت ريت كل في النورمال بيحصل ايه بقى في الكاردك اوتبوت ده يجي لي هارت ريت يجي لي ستروك فوليوم يجي لي الكاردك اوت انما لو خدت هارت بره 60 ل 150 كونستنت تحت 60 فوق 150 قال لي الكاردك اوت يبقى دي خلص خلاص نيجي دول بيرسم في كيرفين ستروك فوليوم قصاد البري لود البري لود هو الاند داستوري فول الكيرف نفسه بيدرسها ودي الليمتس حط عليه الاثنين تانيين زودت الاف لود الكيرف انزل تحت نيجاتيف الكتروفيك انزل لتحت انما عملت العكس نقصت الاف لود الكيرف انزل فوق بوست انتروبيك انزل فوق نيجي الكيرف الثاني بقى مش هرسم كيرف خالص ستروك فوليوم يساوي in the story in the story minus end story minus end story volume بس المعادله دي تشرح منها كل حاجه عاوز اغير البري لود يبقى ازود مين in the story volume ازود in the story حسب قانون اسمه ايه starting low هيزيد الستوب ووتش طب يبقى دي بالعقل يحصل لها ايه ده زاد ده زاد دي تقعد ثابت حضرتك هنا غيرت البري لود غيرت الافتر لود اورت بريشر يبقى الاورت الفال بيفتح ويقفل ات ذا سيم بريشر طب هنا حضرتك زودت الاند داستوليك يبقى الاند داستوليك زودته يبقى زاد الويدث ولا الهايت الويدث الويدث عاوزين نغير ال افتر لود يبقى تثبت ال في لود ولا الاند داستوليك ثبتها هنا طب في الحاله دي لما تزود البريشر الستروك فوليوم يحصل له ايه هيقل يبقى دي حصل فيها ايه تزيد زاد خلاص يبقى بالعكس ده الويتس ايفن نقص انما انت تزود الاورتيك بريشر يبقى الاورتيك فالف هيفتح اتهاير بريشر وهيقفل اتهاير بريشر واللي زاد هو اللي زاد هو ايه الهارت نيجي بقى الانوتروبيك ستيت الانوتروبيك ستيت حضرتك مثبت فيه الاندستول ورحت منقط حاجه تزود القوام ده يبقى هيعمل ايه في الستروك فوليوم في الحاله دي هيزود تيجي ازاي دي يحصل ايه يبقى من هنا ثابت لكن نقصت الان سيستوليك يبقى اللي زاد مره اخرى مين الويتس طيب يبقى هنا زاد الويتس وهنا زاد الويتس ايه اللي يفرق ما بينهم السلوب بتاع ايه ان سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن ده جدول طويل سو ايزي قلناه 3 تايمز وعملته لك في جدول بس التاكش تسيح تاني بس وطرف في حته تعقد في عيشتك وهم كلمتين وانت قاعد ما تفهمهمش الفه من ابسط معادله الستروك مساوي اند ستوريك في الستروك كاردك ريزيرف تقدر تزود كام في الميه الاثليتيك كام رقم عاوز رقم مش 7 حضراتكم 3 4 71 سنه هارت فيلير هيزود ازاي الكاردك اوت هو بيساوي في ايه هارت ريت ستروك عندك تو ريزيرف يا هارت ريت دي الاهم هارت ريت ثم هارت ريت ثم هارت ريت وفي ناس مفيش ستروك خالص الهارت ريت تزوده السيمباتيك كوانتيلومين ستروك فوليوم تزوده بطريقتين هي المعدل كله هيتزود ان ذا ستوليك يقلل الان ستوليك يبقى في الحاله دي تمنع اكثر صح ستالي لو يقلل الان ستوليك يبقى لازم بوست الانو تروبيك اللي كان بيتقلل ده خلص الموضوع ما فيهوش غير كده
طيب نيجي دلوقتي الستريس بروبورشنال تو تنشن. التنشن يساوي ايه؟ بريشر في ريديس. والانفيرسلي مش عاوزها دي، مش هشرحها. انا عايز اشوف بقى تاثير ده على الستريس وعلى الباي على الاوكشن كونسامشن بتاع الطول. كان بيستخدم كام سم في الدقيقه؟ كل 100 جرام. تمام. فيهم الكونتراكشن والاكسيشن. هنا البريشر موجوده يبقى ال 50 50 والرادياس 50 50، بس انا الفوليوم مهاش رادياس. امال ايه علاقه الفوليوم بالرادياس؟ ثوابت رادياس بار 3. لا هنا موجود عندي رادياس، يبقى دي نرميها الناحيه الثانيه. تبقى هنا هتبقى جذر. جذر ال 50% تبقى 14%. ادي الحصه قلتها 3 مرات 4 مرات حفظتوها سهله. ممكن تقعد في المحاضره تقعد في عيشتك، في كل حته تقعد في عيشتك، كل حته لازم تقعد في عيشتك. اندكس اوف كونتراكتيفيتي حاجتين، في ماكس في ماكس في ماكس سلو اوف اند سيستوليك بريشر فوليوم ريليشن. جود لك. خلص الهارت، ما عندناش غير الباسكولار سيركيليشن. مفيش هارت، هارت تحلف والاسبيريشن.